إذا رح نطلع على الـ components of a mechatronic system. بس قبل ما نبدأ في الـ components رح ناخد التعريف. تعريف إيش؟ mechatronics. Okay, finish. إذن الفرق الأساسي بين الميكاترونكس والديسيبلينز الثانية إنه إحنا بنطبق أو we apply بنطبق هاي الديسيبلينز المختلفة اللي هي electrical engineering, electronic engineering, control engineering, computer engineering بنطبقهم مع بعض بنفس الوقت حتى نصمم أو نتحكم في ميكاترونيك سيستم في ميكانيكال سيستم. لكن في تعبير هون رح يجي معنا هو السينرجي. ايش معنى السينرجي؟ سينرجي معناها انه انا لما بطبق او بستعمل اكثر من اداة بنفس الوقت النفع اللي بستفيده اكثر من النفع اللي كنت راح استفيده لو طبقت كل اداة لحالها. يعني في منفعة جديدة صارت موجودة بسبب انه هاي الادوات كلها طبقت او استعملت بنفس الوقت. مثل الهايبر. مثل؟ كيف من اي ناحية يعني؟ قصدك انه لانه انا استخدمت في انجن تقليدي واستخدمت في الكتريكال صار عندي فائده اضافيه. ماشي تمام. هاي هي كلمه سينرجي. كلمه سينرجي معناها انه بسبب وجود هاي الاشياء المختلفه طبقتها المنفعه اللي اجتني اكثر من المنفعه اللي كانت رح تجيني لو اني طبقت الهندسه الكهربائيه لحالها وخلصت الديزاين والهندسه الالكترونيه لحالها وخلصت الديزاين والكنترول لحال والكمبيوتر لحال. كوني طبقت هذول كلهم مع بعض صار في منفعه اضافيه. يعني إذا بدنا نعرف سينرجي خلينا نسميها additional benefit from simultaneous لما طبقت simultaneous يعني بنفس الوقت بنفس اللحظة طبقتهم هذول التطبيقات. ولذلك فكرة الميكاترونيكس كانت انه انا بدل ما يكون في عندي تصميم كهربائي منفصل او مهندس كهربائي منفصل ومهندس الكتروني منفصل، يعني باجي كأني مراحل، باجي بقول الان خلينا نعمل التصميم الكهربائي، فبيعمل هو التصميم الكهربائي بدون ما يتطلع على الاعتبارات الميكانيكية مثلا الكنترول الكمبيوتر، بعدين بيجي عند التصميم الالكتروني، تصميم الكنترول مثلا، تصميم الامبيدد سيستم. احنا هون بنيجي بنطبق كل الاشياء هاي بنطبقها بنفس الوقت. هاي الفكره الاساسيه في تصميم السيستم. في بعض الاحيان الميكاترونكس او ميكاترونكس انجينيرنج بسموه سيستمز انجينيرنج. احنا طبقنا او يعني اخذنا طلعنا على السيستم كسيستم كامل، طلعنا على النظام كنظام كامل. فلما احنا بنيجي بكون عندنا خبره خلفيه جيده في الميكانيك في الكهرباء في الكمبيوتر انجينيرنج وعلى اساس التطبيق المتزامن لكل الاشياء هاي المنفعه وهذا التصميم بيكون احسن من التصميم التقليدي اللي لو مشينا فيه. اذا ناخذ التعريف الان. التعريف هو الديسيبلين ميكاترونكس انجينيرنج از الديسيبلين and that applies or that results from the synergetic application and that results from synergy راح استعملها ك adjective synergetic application of electronic electrical control and computer engineering in the design of mechanical التعريف. ما في حاجة التعريف يكون جاف، عادة التعريفات جافة مش هيك مملة، بس
احنا اذا فاهمين شو اللي بنحكي عنه ما في حاجه انك تحفظ تعريف. احنا شو عم نقول؟ طبقنا اربع ديسيبلينز. ايش هم الديسيبلينز الاربعه؟ الكترونيك انجينيرنج، يعني بنطلع على اوب امبس، بنطلع على باور سويتشز، باور الكترونكس، مضبوط. الكتريكال انجينير، بنطلع على اكتويترز، اندكشن موتورز، دي سي موتورز، كنترول سيستمز. درستوا او رح تدرسوا ما شاء الله كورسات كثيره بالكنترول والتحكم. فهون احنا ماخذين بعين الاعتبار انه في عندي كنترول، في عندي سيستم داينامكس، مضبوط. والسيستم داينامكس لازم اخذها بعين الاعتبار لما بصمم الكلوز لوب فيدباك سيستم. والكمبيوتر انجينيرنج اللي هي مثلا عندي اذا عندي امبيدد سيستم او الى ذلك، او في عندي ديجيتال سيجنال بروسيسنج، هذول كلهم طبقتهم. بس طبقتهم سينرجيتيكلي. سينرجيتيكلي يعني بشكل بحيث اني استفيد من المنفعه، بتوخى انه يكون في عندي منفعه او تصميم احسن من التصميم التقليدي لو اني انا اخذت كل واحده من هذول لحالها وطبقتها لحالها على التصميم للميكانيكال سيستم. والميكانيكال سيستم بمعناها الواسع اللي هي شو بتشمل؟ ممكن تشمل روتيشنال ميكانيكال، ترانزليشنال ميكانيكال، ثيرمال، فلويديك، هذول انا بعتبرهم كلهم ميكانيكال سيستمز، مش ميكانيكال بالمعنى التقليدي اللي هو بس روتيشنال وترانزليشنال. اوكي ماشي، واضح؟ كل فاهم هذا التعريف؟